اروى اروى. انت حققتي اربع ميداليات ذهب صح؟ اه. حققتيهم في ايه؟ حققت في ال 200 وال 400 وال 800 وال 1500. انت واضح انت بتعومي مسافات طويله اروى. اه. صح؟ ايوه. طب ليه ما بتعوميش 100؟ لا عشان 100 يعني بتبقى بتركز اكتر على السبيد. السرعه. اه السرعه آه. وكده ف بعوم اكتر ديستانس يعني. يعني انت بتعومي ديستانس اكتر 200 و400 و800 و1500. خدتي دهب في كل دول ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طب قولي لي مين اللي كان وراكي؟ نفس السؤال لمحمد، هل انت كنت بنفسك ناس من سباحين وسباحات من النادي الاهلي ولا من بره؟ لا هو في 800 و1500 كانوا من بره النادي الاهلي. مين تفتكريهم؟ اه هي كان في الثاني كان حبيبه نشأت في نادي هليوبلس. هي وليليدو. وليليدو اه. في 800 اروى صح؟ اه في 800 وفي 1500. اه. وفي الثاني وكانت واحده من سبورتنج اسمها دانا فهمي تقريبا. دي كانت في 200 و400. اه لا دي كانت في 800 و1500 بس كانت ثالث. تمام. وفي ال 200 و400 كانت ال 400 كانت ثاني كانت حبيبه نشأت برضو في النادي هوليليدو. والثالث مش فاكره قوي. مش فاكره اه. طب ال 200؟ وال 200 كانت الثاني كانت من الاهلي كانت انجي باسم. وتالت كانت نور من هليوبلس. طيب يعني برضه منافسه من بره النادي مش ما كانتش معاك مش من زمايلك. انا قصدي اقول المنافسه كانت قويه يعني انت طالعه من النادي الاهلي مميزه بس لقيتي برضه لاعبات مميزات الناحيه الثانيه. طب برضه ليه السباحه؟ يعني ابتديتي اروى سباحه ازاي؟ ليه اشمعنى اخترت اللعبه دي؟ اه الصراحه ما اخترتهاش يعني هو قال لي يعني اخش السباحه عشان البحر عشان اعوم في البحر وكده يعني. البدايه كانت كده. اه بعد كده بقى دخلنا ستيشنز بعد كده بقى دخلنا فريق وكده يعني بعد كده. انت من انهي مدارس؟ مدارس فرع الجزيره ولا فرع مدينه نصر؟ لا مدينه نصر. اه شفتي بقى ايوه انت اكيد ساكنه في مصر الجديده او مدينه نصر. اه ساكنه في مصر الجديده. فكان قريب ليكي. اه. ورحت مدينه نصر وبدات بس دلوقتي بتمرني فين؟ دلوقتي بتمرن في مدينه نصر برضه. طب ازاي مش هو المفروض الفرق بتروح الجزيره ولا لا. ولا بتبقى على حسب؟ على حسب انت ساكن فين على حسب انت عايزه يعني انت تمرينك لسه في مدينه نصر. اه طيب في حد من اخواتك بيلعب سباحه؟ اه هو انا عندي احنا اربعه. اربعه. اخت اكبر مني واحده واخ اصغر مني واخت صغيره خالص. خالص تمام. فاختي اكبر مني بتمرن سباحه والاخ اصغر مني بيتمرن سباحه برضه. طب مين في الصوره دي؟ ده كابتن مصطفى. انت يا؟ اه انا كنت مصطفى. اه دي في البطوله اللي فاتت ولا ايه؟ اه دي في البطوله فاتت. ودي كمان في اللي فاتت؟ اه دي بعد دي في انهي ده بعد انهي سبق بقى؟ دي حره 200. ودي صوره ليكي؟ اه دي كده اول بطوله ليا. ده انت ما كنتش بتمرني انت نفسك كان فين؟ ولا دي يعني ده انت كان بس ده الطبيعي السباح بيلحق ياخد نفس. طب دي كانت فين الصوره دي برضه؟ دي كده البطوله اللي فاتت لما اخدت الكاس. يا سيدي يا سيدي والميداليات منوره اهي. طيب و هل يعني دي اول بطوله ليكي كبيره تاخدي الميداليات دي ولا خدتيها وانت صغيره عن كده؟ لا هو دي اول بطوله اخد فيها اربع ميداليات ذهب يعني. طب قبل كده انت في بطولات لعبتي فيها خدتي ميداليات كده؟ لا ما خدتش ميداليات ذهب كتيره كده. ما خدتيش؟ انا ما خدتش اربع ميداليات ذهب يعني كنت باخد اثنين تقريبا وواحد ثلاثه فضه كده يعني. اه يعني اول بطوله ليكي تحققي فيها ال طب قولي لي كابتن وائل عزت. يعني جه كلمك قالك ايه شجعك ازاي شاف فيك ايه يعني قولي لي على كابتن وائل. اه ما كنتش اعرفه قوي الصراحه يعني بس يعرف هو راجل كويس يعني. يعرف بابا. اه يعرف كيس. يعرف هو يعرف بابا. طب